هذه المبادرة طيبة اللي لقات استحسان كبير من طرف الإخوان ديالنا المهنيين في الظروف الصعبة ورمضان والحركة ديال السير والجولة ضعيفة زائد مادة الغازوال اللي صعيبة هذه المادة اللي صراحة تمحلنا معها كسائقين سيارة الأجرة كي توصلنا مكالمة هاتفية من مؤسسة مجيد فونداسيون مجيد اللي كيمد لنا يد المساعدة اللهم بارك قفة لجميع الإخوان المهنيين والأرامل والإخوان السائقين المعوزين اللي ما بقوش خدامين في الطاكسي لا حول ولا قوة إلا بالله وحنا بدورنا وعلى العاتق ديالنا كنوزعوا هذه القفاف كيف لاحظتوا كيف شاهدتوا الاخوان ديالنا المهنيين كلهم فرحانين وعلى خير وبخير وغادي يسلموا هذه القفه للازواج ديالهم في هذه عمليه الافطار والحمد لله والشكر لله وانتم راكم معنا وواكبتوا الطاقم الكبير اللي كان معنا في هذه العمليه ديال توزيع هذه القفه قفه الكرام. هذه مبادرة إنسانية اللي تعودات الجمعية الكرامة للسائق المهني كتقوم بهذه المبادرات الإنسانية اللي كتكون في جنب ديال السائق المهني من مدينة الدار البيضاء اللي خصوصا وأن هذه الظرفية من بعد كوفيد ظرفية شوية صعيبة وجمعية الكرامة للسائق المهني خدات على العاتق ديالها منذ ما يزيد على 3 سنوات باش تكون في جنب ديال السائق المهني وخصوصا ما هو اجتماعي. جل الناس اللي استفدوا من هذه المبادرة هما جلهم سائقين مهنيين اللي تيزاولوا المهنة مدينة الدار البيضاء والناس اللي ظروفهم شوية ما تتسمحش لهم. على كل حال جمعية الكرامة للسائق المهني كيف ما اعتادت كل سنة كتكون في جنب السائق المهني لا في المناسبات الدينية وغير الدينية.